عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس أسماء على قناة ساينس ويز مس أسماء. حبايبي برايمري 5 وحشتوني كتير. النهارده هناخد ليسون 4 في يونت 1. الليسون ده اسمه ايه؟ ماجنتيزم اند الكتريستي، الماجنتيزم المغناطيسية والكهربائية. هناخد العلاقة ما بين المغناطيسية والكهربائية. الليسون ده يا حبايبي هيبقى على 2 بورتس. ده بورت 1، ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان نشوف بورت 2. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم أبقى عارفة إن أي تيار كهربي في الدنيا ليه مجال مغناطيسي. أي تيار كهربي في الدنيا له مجال إيه؟ مغناطيسي. وأي مجال مغناطيسي ممكن من خلاله أولد بيه تيار كهربي. يعني المغناطيسية والكهربائية مرتبطين مع بعض ارتباط جامد جدا. يبقى an electric current has magnetic field and the magnetic field can generate a electric current. تمام؟ تمام. يبقى ايه؟ التيار الكهربي له مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ممكن اولد بيه تيار كهربي. اول حاجه في دراستنا النهارده هنبدا ناخد الماجنتيك افكت او ذا الكتريك كارنت، التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. لازم ابقى عارف ان الالكتريك كارنت كان بي يوزد تو جينيريت ماجنتيك فيلد، ان التيار الكهربي بستخدمه لتوليد مجال مغناطيسي. ازاي انا هستخدم الكهرباء ان انا اعمل ماجنت او اعمل اولد ماجنتيك فيلد؟ ده اللي هنبدا نفهمه في الليسون النهارده. هنبدا اول حاجه كده نعمل اكتيفيتي بسيط عشان نثبت فيه ان الكهربي ليه مجال مغناطيسي. الالكتريك current has magnetic field. يبقى activity number 1 ده to show the magnetic field of the electric current، عشان ابين بيه المجال المغناطيسي للتيار الكهربي. هجيب كارتون شيت كده، لوح من الكرتون، واثبت على الاربع زوايا بتوعه four compass، اربع ايه؟ اربع بوصلات. وهجيب الكارتون شيت بتاعي دوت واعمل له هول من النص، في فتحه من النص. وهجيب كوبر واير او ايزوليتد واير، سلك معزول. السلك دوت همرره منين؟ من الهول اللي في النص دي. والسلك ده في الاول مش هخليه متصل بالبطاريه، هيبقى ايز ان ذا كومباس نيدل دازنت ديفليكت، ان النيدل بتاعه البوصله ما اتحركتش. ليه؟ لان ده سلك ما فيهوش تيار كهربائي. تاني خطوة هعمل ايه؟ هوصل connect the wire ends to the pole of the battery. هوصل بقى نهايات الواير ده بايه؟ باقطاب البطارية. بمجرد مرور التيار الكهربي من خلال في السلك بتاعي ده، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الكومباس نيدل ديفليكت، بدأت تنحرف يمين وشمال. يبقى معنى كده ان التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي ولا لا؟ ده عشان ليه تأثير مغناطيسي. ليه ليه تأثير مغناطيسي؟ عشان الكومباس نيدل ديفليكت. تمام؟ تمام. ان الكومباس نيدل ايه؟ حصل لها ديفليكت. طيب هنيجي ناخد بعد كده ايه بقى؟ الالكترو ماجنت. الالكترو ايه؟ ماجنت، المغناطيسي الكهربائي. ده مهم جدا وبستخدمه في حاجات كتير في حياتنا اليومية. ايه هو المغناطيس الكهربائي؟ بيقول لي تعريف مهم جدا لازم نعرفه. It's a temporary magnet which is made by the effect of the electricity. يبقى هو عبارة عن مغناطيس مؤقت. Temporary magnet، مغناطيس ايه؟ مؤقت. which is made by، الذي يصنع من خلال تأثير الايه؟ الكهرباء. the effect of electricity. it's a temporary magnet which is made by the effect of electricity. ده تعريف، وده تعريف مهم جدا، تعريف الالكتروماجنت. هناخد بعد كده الاستراكشرز بتاعه. بيتكون من ايه؟ بيتكون من بار اوف روت ايرون، بار كده من الحديد المطاوع. تمام؟ الحديد المطوع ده هلف حواليه ايه؟ هلف حواليه كوبر واير، سلك من النحاس. هلف حواليه ايه؟ كوبر واير. وطرفين السلك بتوع الكوبر واير دول همررهم بايه؟ او هحط عليهم ايه؟ او الزقهم بايه؟ ببيتري، زي ما احنا شايفين في الشكل ده. يبقى الاستراكشر بتاعه بار اوف روت ايرون، بار من الحديد المطوع، تويستد كوبر واير كويلينج اراوند ذا بار ايرون، ان في سلك من الكوبر بيلف حوالين مين؟ حوالين الايرون بار. ادراي اي سيل، ودراي سيل اللي هي البطاريه. بمجرد ان اوصل سلك النحاس بالبطاريه، هلاقي ان الروت ايرون ده اتحول لايه؟ لماجنت. بمجرد ان انا هوصلهم بالبطاريه هلاقيه اتحول لماجنت. هنشوف بعد كده ايه؟ هنشوف بعد كده الايديا اوف وركينج، فكره العمل بتاعته ايه. فكره العمل بتاعته بسيطه خالص، ان لما يمر التيار الكهربي من لما يمر التيار الكهربي من خلال السلك النحاس حوالين الايرون بار ده، الايرون بار هيشتغل كانه ايه؟ كانه ماجنت. يبقى when the electric current passes through the wire the iron bar works as a magnet.
يبقى هي دي فكرة العمل بتاعته. لما التيار الكهربي يمر من خلال الواير the iron bar works as a magnet، يشتغل كأنه مغناطيس. الفكرة كلها في الالكتروماجنت ان هو بيحول ايه؟ بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة مغناطيسية. يبقى it converts the electric energy into magnetic energy. It converts the electric energy into magnetic energy. هناخد activity بقى مهم جدا to show the idea of working of electromagnet. هنشوف بقى ال idea of working، فكرة عمل الالكترو ماجنت. اول حاجة هجيب الروت ايرون بار ده او روت ايرون نيل، مسمار من الحديد المطاوع، وهروح جايب حواليه بيبر كليب، حواليه ايه؟ دبابيس ورق. هقرب المسمار من الدبابيس هلاقي المسمار مش بيلقط الدبابيس عشان هو ما عندوش ايه مجال مغناطيسي. هاخد نفس الايرون نيل دوت واروح جاي بر واير اراوند ذا ايرون نيل، هلف حواليه السلك النحاس وهوصل طرفين السلك دول ذا تو اندز اوف ذا واير تو ذا بيتري. يبقى كونكت ذا تو اندز اوف ذا واير تو ذا بيتري. بمجرد ان انا اوصل الاندز اوف ذا واير تو ذا بيتري هلاقي ان الايرون نيل ذا اكت از ا ماجنت. بمجرد ان انا اقرب منه البيبر كليبس هيحصل لها اتراكشن، يبقى ذا ايرون نيل اتراكت ذا بيبر كليبس. يبقى لو جينا قلناها تاني، اول حاجة approach a wrought iron nail to metal paper clip. هيحصل ايه لما انا احط الايرون نيل من غير paper clip؟ مش هيحصل حاجة. يبقى the iron nail doesn't attract the paper clips. طب هاجي تاني خطوة، هعمل wind the copper wire around the iron nail، هلف حواليه سلك النحاس، connect the two ends of the wire to the battery، هوصل طرفين السلك بالبطارية. Approach the iron nail to the paper clips، هقرب منها بقى الايه؟ البيبر كليبس. هلاقي ايه؟ attract the paper clip. The iron nail attracts the paper clips. يبقى هو هنا act as a electromagnet. طيب ايه methods increases the magnetic force of the electromagnet؟ ازاي ازود او ايه الطرق اللي انا اقدر بيها ازود قوة المغناطيس الكهربائي؟ اول حاجة ان انا ازود عدد الكويل، this is the number of coil turns. تاني حاجة increasing the number of batteries، كل ما ازود عدد البطاريات كل ما شدة التيار هتزيد، هيبقى مر فيها تيار قوي، كل ما التيار يكون قوي كل ما المجال المغناطيسي بتاعه هيكون كبير. يبقى ازاي ازود الماجنتيك فورس اوف ذا الكترومغنتس؟ بحاجتين، increase the number of the coil turns increasing the number of the batteries where the intensity of the electric current passing through the coil increase. ولما الانتنسيتي او شدة التيار تزيد يبقى الالكترومغنت قوته ايه؟ هتزيد. The magnetic force of the electromagnet increases. تمام؟ تمام. طب كده uses of electromagnet، ايه هي استخدامات الالكترومغنت في حياتنا؟ انا اول ما اتكلمت عليه قلت ده موجود في حياتنا اليومية بطريقة كبيرة جدا وبنشوفه كتير بس احنا مش عارفينه. كده كتير حوالينا. It's used in making many devices such as electric bell، الجرس الكهرباء، جرس بيتنا ده جواه الالكترومغنت. Electric mixer، الخلاط الكهربي. Disk driver، الديسك درايف اللي بحط فيه اللي بيحط فيه الديسك في الكمبيوتر. تمام. التلفزيون موجود فيه الكترومغنت. يبقى الالكترومغنت is uses of electromagnet number one، it's used in making many devices such as electric bell electric mixer the desk drive and the television. number two بقى بيستخدم في حاجة تانية في الوينش، big size winch، الوينش الكبير اللي بيستخدموه في المصانع عشان يشيلوا بيه الحاجات التقيلة من مكان لمكان جواه الكترو ماجنت. احنا بنسميه big size winch او ليه كلمة تانية اسمها crane. that's used to lift heavy iron block in factories، ده اللي بيستخدم في ايه؟ في نقل ورفع البلوكات الكبيرة من الحديد في المصانع. يبقى دي the uses of electromagnet. هناخد بعد كده how about the electromagnet used for moving iron block، ازاي بقى الالكترومغنت بستخدمه في رفع وحركة الايرون بلوكس الكبيرة في الفاكتورز. الفكرة كلها ان انا عندي الكرين او الوينش بتاعي، الوينش بتاعي ده هروح معلقة فيه الكترومغنت. يبقى the huge electromagnet is hung in the big sized winch، يبقى جوه الوينش بتاعي او على الوينش بتاعي هروح معلق فيه كويه الكترومغنت بس يكون عملاق ضخم شوية. وبعد كده الوينش يروح جاي مقرب الالكترومغنت ناحية القطع الحديد او بلوك الحديد اللي عايز يشيله، ينخفض ويوديه، ومجرد ان هو يمرر فيه تيار كهربي يروح ايه؟
يروح الالكتروماجنت شغال ليه مجال مغناطيسي فيمسك فيه الحديد وياخده ويرفعه وينقله من مكان للتاني. طب عايز يسيبه يعمل ايه؟ يقطع عنه التيار الكهربي. اول ما يقطع عنه التيار الكهربي مش هيبقى له مجال مغناطيسي، فيقدر يخلي الايرون بلوك فول، تسقط في المكان اللي هو عايزه. يبقى نمبر 1 the huge electromagnet is hung in a big sized winch. نمبر 2 the winch depressed the electromagnet over the iron block to lift them. So bypassing the electric current through the coil of the electromagnet will attract the iron block. يبقى مجرد مرور التيار الكهربي الالكترومغنت هيعمل ايه؟ attract the iron blocks. And by cutting the electric current ايه اللي هيحصل؟ the electromagnet loses its magnetic force and the iron blocks falls down. وبكده الايرون بلوكس ايه؟ هتسقط لاسفل. كده يبقى خلصنا الليسون بتاع النهارده. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد، واشوفكم على خير في بارت 2.